إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا سأل سائل كيف أصوم صيام مودع؟ كيف؟ لابد في ذلك من خطوات. فأنت يا عبد الله إذا وفقك الله وأنعم عليك وأطال بقاءك فأدركت هذا الشرف عليك أن تغتنمه، أن تغتنم أيامه ولياليه، وأن لا تضيع شيئا من ساعاته ولا لحظاته. يقول لك هذا ورا أنا كنت كنتبطى وحسيت بحال واحد القطرة، واحد القطرة هو دات معاه هنا قطرة. أبواب ديال الجنة مفتوحة وأبواب ديال النار مغلقة ومرضات الجن محبوسة. طيب إذا أعطاك الله عز وجل فرصة للانطلاق، شحال واحد دابا كيصوم وما كيصليش؟ علاش؟ كتقول لي علاش كتصوم؟ كيقول لك إوا الصيام راه فرض، والصلاة الصلاة هي فرض بل هي أوجب من الصيام. بمناسبة شهر رمضان المبارك سنقدم لكم سكيتشات. يلا وكيف غادي تفهم هادشي؟ نقدم لكم السكتشات والمسلسلات والأفلام والغناء بمناسبة شهر رمضان المبارك. إيش علاقة رمضان المبارك بهذه المسائل هذه؟ قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن حكم البعوض في الحرم. قالوا لي إلا قطعنا ظفرنا راه مكروه، قطع ظفرك ولا درنا شوية ديال الطيب العطر راه مكروه. كيجيبوا شي أمور كاع ما عندها حتى شي أثر من علم وإنما هي تخرصات، وكيبدا يسول ياك ما هذه مكروه، ياك ما هذه كذا، ياك ما هذه كذا، وراه قالوا لنا في الليل إلا كلينا الثومة إيه ما هي إلا أيام وتنقضي وتنصرم. لذلك علاش حنا كنركزوا على قضية الاهتمام بهذا الشهر والاستفادة منه واستغلال الأوقات ديالو؟ علاش؟ لأن سرعان ما تنقضي، أيام معدودة. شنو هو المعدود؟ الأمر المعدود هو القليل. كاين اللي كيموت يوم العيد، والله يعني قبل سنتين أو ثلاث سنوات صلينا صلاة العيد، عيد الفطر، وصلينا على ميت في عيد الفطر. المسلم إذا أحس بالجوع فإنه يتذكر الفقير، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قراءة القرآن أبدا. إنسان كيقول لك ما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت نقرأ القرآن، لا يقرأ صفحة واحدة من القرآن ويقرأ صفحات من هذه التطبيقات، يقرأ تغريدات وتدوينات وتعليقات ومشاركات، كل شيء هذاك الشيء لاقي له الوقت. ولكن القرآن كلام الله عز وجل الذي الحرف فيه بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، لا يجد وقتا لقراءة القرآن. هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يأمن جبريل عليه السلام سيد الملائكة يدعو وسيد الأنبياء والمرسلين يؤمن، ما ظنكم بهذا الدعاء؟ اللي يدرك شهر رمضان يقول كي وا خصني نجمع راسي، خصني نتعاطى الأسباب باش يكون هذا رمضان أحسن رمضان في حياتي، لأنني قد لا أدرك ما بعده. يعني الإنسان اللي كيتبع المباريات ويتبع الأفلام ويتبع المسلسلات ويتبع الأغاني ويتبع الكليبات ويتبع كذا كذا ويتبع هذه الصفحات ديال الفيسبوك والأخبار ديال الناس والفضائح ديال الناس وكذا وكذا، كي غادي يولي القلب ديالو؟ كي غادي يروح؟ بالله عليكم كي غادي يروح؟ غادي يروح مظلم. إذن على العبد أن يعتبر بأن هذا رمضان إن بلغه وكان في عداد الأحياء أن يجعله آخر رمضان يحيى. نقدم لكم محاضرة بعنوان صم صيام مودع، إعداد وتقديم الشيخ أبو يونس محمد الفرعني حفظه الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء، وأسأل الله جل في علاه أن يديم علينا نعمه وأن يلهمنا شكره عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، نلتقي في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله مع موضوع يتعلق بهذا الشهر الكريم،
الذي ننتظره ونستقبله ونرجو من الله عز وجل أن يبلغنا أيامه ولياليه. هذا الشهر الكريم هو شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصه بمزيد من الاهتمام، ولا يخفى عليكم أن هذا الشهر الكريم اجتمعت فيه عبادات كثيرة، ومنها عبادة تخصه ولا تكون في غيره. فهذا الشهر هو شهر الصيام، وهو شهر القيام، وهو شهر الاعتكاف، وهو شهر صلة الأرحام، وهو شهر الإنفاق، وهو شهر القرآن والذكر، وهو شهر العمرة، إلى غير ذلك من العبادات التي تكون في هذا الشهر الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بعض أصحابه رضي الله عنهم كما في حديث عبد الله بن عمر، فقال: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صلي صلاة مودع، طبعا المودع هو الذي يوشك على فراق الدنيا، وقد جاء هذا في كثير من النصوص إما تصريحا وإما تلميحا. فقد جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأنك تودعنا بهذه الموعظة فأوصنا. فأوصاهم الوصية المشهورة. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجته الوحيدة ودع فيها المسلمين، فسميت حجة الوداع، فإنه ودع فيها المسلمين عموما، ولذلك كان يقول لهم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فائدة هذا الكلام هو أن المسلم إذا أيقن أنه مفارق هذه الدنيا فإنه يحسن العمل، إذا أيقن أنه مفارق هذه الدنيا وأنه يوشك أن يدعى فيجيب وربما لا تكون له مهلة فإنه يحسن العمل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: خذوا عني مناسككم، تعلموا استفيدوا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكذلك كان، فما عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلا شهرين وبضعة أيام، قيل نحو 80 يوما تزيد أو تنقص. اقتباسا من هذا الحديث صلي صلاة مودع كأنك تراه، نقول أيضا: صم صيام مودع، صم صيام مودع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي الجليل بقوله: صلي صلاة مودع، يعني اجعل هذه الصلاة كأنها آخر صلاة تصليها، وأنه يحال بينك وبين الصلاة بعدها، وإذا سلمت منها جاءك ملك الموت فقبض روحك. هذا المعنى، صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه، يعني أحسن في هذه الصلاة واجتهد في تحصيل الخشوع، واجتهد في جمع قلبك على هذه الصلاة، وفي استحضار موقفك بين يدي الله عز وجل، وأن الله قد نصب وجهه لمن يصلي له سبحانه وتعالى. كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كن على يقين بأن الله عز وجل يراك. إذن قولنا صم صيام مودع، وإن لم يكن ثبت بذلك نص مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا مقصود، وكل العبادات ينبغي أن تكون كذلك.
إذا أراد العبد أن يأتي بها على الوجه الأكمل. أي عبادة بغي يديرها الإنسان بواحد الطريقة اللي تكون يعني نافعة وصالحة، عليه أن يستحضر أنه لن يتمكن من القيام من غيرها مما هو من جنسها. إلا بغي تصدق يقول لا لها آخر صدقة. إذا أراد أن يصلي يقول ربما تكون آخر صلاة. كم من إنسان مات في سجوده، كم من إنسان مات من ليلته، كم من إنسان مات وهو صائم، كم من إنسان مات وهو يطوف بالبيت أو وهو يسعى بين الصفا والمروة. إذن ما دمت تعلم يا عبد الله أن الموت يأتي فجأة فاحرص على أن يقبضك الله عز وجل على خيره، احرص أن يقبضك الله على خيره. طيب إذا سأل سائل كيف أصوم صيام مودع، كيف؟ لابد في ذلك من خطوات. أولا أن يعتبر العبد بحال من مات، أن يعتبر العبد بحال من مات. نحن نعلم أن من إخواننا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا من صام معنا العام الذي مضى وكان يؤمل ويرجو أن يدرك هذا العام، لكنه حيل بينه وبين ما يشتهي واكتمل أجله وأفضى إلى ما قدم، فهو رهين بعمله قد أفضى إلى ما قدم. طيب يعني هذا الرجل الذي هو الآن تحت أطباق الثرى لو أنه صام صيام مودع ما كان له أن يتحصر، يعني العام اللي فات هو آخر صيام عنده، لكنه كان يرجو أن يدرك رمضان آخر، ونحن أيضا رجاؤنا في الله عز وجل أن ندرك هذا الشهر، لكن من يدري لعل من يجالسنا أو لعل صاحبكم هذا الذي يحدثكم لا يمكن من إدراك هذا إذن نحن نؤمل ونرجو من الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في الصالحات، نرجو من الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في الصالحات لنعمل الصالح، لأن قضية طول العمر في الحقيقة هذا أمر لا يمدح بمجرده. يعني الإنسان ماشي تمدح بطول العمر، تلقى بعض الناس يقول لك الله يطول لنا عمرك. طيب ما الفائدة من طول العمر؟ طول العمر إنما يمدح إذا كان للعمل الصالح. لو قلت أطال الله عمرك في الصالحات كان دعاء حسنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله بهذه الضميمة. يعني وش أحسن الناس؟ هم الذين بلغوا من الكبر عتيا، هذو أحسن الناس، وإن كانوا فجرا وإن كانوا فسقا وإن كانت عقائدهم فاسدة، لا مش هذو أحسن الناس. خيركم من طال عمره وحسن عمله، حسن عمله بهذه الضم، وشركم من طال عمره وساء عمله، شركم من طال عمره وساء عمله. إذن أول شيء هو أن نعتبر بحال الذين ماتوا وكانوا يرجون الحياة وكانوا يؤملون أن يعيشوا هذا الشهر وعقدوا العزم على أن يتوبوا وعلى أن يصلحوا ما بينهم وبين ربهم عز وجل، لكنهم أفضوا إلى ما قدموا. فأنت يا عبد الله إذا وفقك الله وأنعم عليك وأطال بقاءك فأدركت هذا الشهر، فعليك أن تغتنمه، أن تغتنم أيامه ولياليه، وأن لا تضيع شيئا من ساعاته ولا لحظاته، لأنك في موسم خير، في موسم غنيمة، فاعلم لهذا الشهر قدره واعمل لما بعد الموت. وهذا الأمر إنما يتم للعبد على قدم الإخلاص، نية، لأن النية هي في الحقيقة مطلوبة في كل شيء. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. فأنت تنوي أن تبلغ هذا الشهر، ولكن تنوي أن تكون فيه من المجتهدين، تنوي أن تكون فيه من التائبين، تنوي أن تكون فيه من المنافسين غيرهم في الصالحات. هذه هي نية العبد في استقبال هذا الشهر. مش احنا بغينا غير ندركه هذا الشهر فقط، لا، نريد أن ندركه
ونريد أن نوفق للعمل الصالح فيه، نريد أن ندركه ونريد أن نوفق للعمل الصالح فيه، لأن وعيدا شديدا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، ورد وعيد شديد في ذلك. طبعا لا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وأمن ثلاث مرار، طلع المنبر وأمن ثلاثة المرات آمين آمين آمين، والصحابة لا يسمعون إلا تأمين الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك، فقال إن جبريل أتاني فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ يعني التصق أنفه بالرغام، هذا كناية عن الفقر وكناية عن الخسارة والبوار، دعا عليه أمين الوحي جبريل عليه السلام، دعا عليه رغم أنفه، يعني اللي كي تذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ولا يصلي عليه فهذا أبخل الناس، لذلك قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذا بخيل، مش البخيل هو الذي يبخل بالمال، لأن المال قد تتبع النفس هذا المال وقد تضن به وتشح به، لكن هذا أمر مقدور عليه، واش الإنسان غير ما يحركش غير الشفتين دياله بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر يسير ومقدور عليه، فإذا كانت محبة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبخل بهذا، أسهل شيء هو تقول الناس دابا كيبخلوا حتى في الكتابة، إلا بغى يكتب يعني بالقلم كيكتب لك صلع عم ولا يكتب لك صاد، قال محمد صاد، إيش محمد صاد؟ محمد صلى الله عليه وسلم اكتبها كاملة وانطقها كاملة، وأنت إذا صليت فتعتبر أن الأجر يحصل مضاعفا 10 مرات، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، لماذا تفوت عليك هذا الفضل العظيم؟ إذن قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين، فقلت آمين، ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة قل آمين، فقلت آمين، يعني اللي درك والديه باقين في الحياة ولا غير واحد فيهم إما الأب وإما الأم ولم يكونا سببا في دخوله الجنة بأن قصر في برهما والإحسان إليهما فأبعده الله، أبعده الله لا يرده، قل آمين، فقلت آمين، والشاهد أنه قال ورغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انصرم فلم يغفر له، هذه راه صعيبة شوية، أدرك شهر رمضان ثم انصرم فلم يغفر له، يعني هذا دليل على أن هذا الشهر المغفرة فيه سهلة وقريبة أن ينالها العبد، علاش الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعيش علينا بشي حاجة اللي هي سهلة شي حاجة اللي هي صعبة، صعبة المنال والتحقيق، لا، شيء أمر اللي هو سهل ومع ذلك فرطنا فيه لتقصيرنا ولغفلتنا أو لجحودنا. رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انصرم فلم يغفر له، علاش؟ لأن الأسباب ديال المغفرة تداعت واجتمعت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، أبواب الجنة كلها تفتح لكثرة ما يصعد إلى الله عز وجل من الخير، من الخير، أعمال العباد فيها صلاة وفيها صيام وفيها قيام وفيها ذكر وفيها تسبيح وتحميد، فيها صدقات، فيها صلة الأرحام، فيها أعمال جليلة يقوم بها العباد في هذا الشهر، لذلك أبواب الجنة تفتح كلها لا يغلق منها باب، وأبواب النار تغلق فلا يفتح منها باب، لأن المعاصي تقل والكبائر والذنوب تنقص، حتى من كان مجرما ومن كان عاصيا ومن كان شاردا على الله عز وجل فإنه يكون أمره مقاربا في هذا الشهر، اللي كيكون قاع مفلس هذا الشهر يقول كي حشومة الناس كذا والناس كتصوم وحنا ما جاتش، فكينقص شي شوية، لذلك تغلق أبواب النار وصفدت مرضة الجن، صفدت الشياطين سلسلة، وتصور أبواب ديال الجنة مفتوحة وأبواب ديال النار مغلقة ومرضة الجن محبوسة، طيب إذن أعطاك الله عز وجل فرصة للانطلاق وفرصة للعمل وفرصة للاجتهاد وفرصة لتربية النفس وتزكيتها ومنافسة غيرك على الدرجات العلى
فلماذا تضيع هذا الفضل العظيم؟ إذن أول شيء هو أن الإنسان يعتبر بهذه النعمة الجليلة إذا وفق لإدراك هذا الشهر الكريم. الأمر الآخر هو أن يدرس فضائل هذا الشهر الكريم. هذه فضائل باش تعرف بأن هذه الأمور اللي هي غيبية أخبرك بها الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل. شكون احنا اللي عرفنا بأن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق والشياطين كذا؟ هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نصدق بذلك. إذا هذا من فضل، فضل الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إن الصيام أصلا إذا كان صيام عادة فيكون أمرا رتيبا يقلد فيه الخلف والسلف ولا يحسون بمعنى هذا الصيام، فلا يكاد يستفيد منه المكلف. فهذا الصيام خصنا يكون مبني على الإيمان وعلى الاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله عز وجل هو الذي فرضه، واحتسابا يعني نحتسب الأجر عند الله عز وجل، نحتسب تعبنا ونحتسب جوعنا ونحتسب عطشنا ونحتسب الدوار الذي يصيب رؤوسنا، كل هذا نحتسبه لله، نصبر على ذلك لله عز وجل. لأن هذا الشهر الكريم يعني فيه فوائد عظيمة، فيه تربية، ولذلك بعض العلماء يذكرون الفوائد التي يستفيدها الإنسان من مدرسة رمضان، يسمونها مدرسة رمضان، مدرسة كأنك تتخرج من كلية فيها بعض المعاني الجليلة التي لا يمكن أن تحصل لك إلا إذا ولجت أبواب هذه المدرسة، فتستفيد منها من المعاني الجليلة التي تنفعك في دينك وفي دنياك. فالإنسان من اللي كيدخل رمضان كيتعلم الصبر، كيتعلم التحمل، كيتعلم المراقبة لله عز وجل. طيب ما الذي يحملك على الصبر على الجوع والعطش؟ ما الذي يحملك على ذلك؟ مراقبة الله عز وجل، أنت تستشعر رقابة الله عز وجل، وإلا لا أحد يحول بينك وبين أن تهتك ستر رمضان. ممكن الإنسان يأكل ويشرب في داره ويخرج يشلل فمه ويخرج، ولكن شلي كيمنعه خوف الله عز وجل. طيب هذا الخوف هل يتجزأ هذا الخوف؟ شحال واحد دابا كيصوم ما كيصليش؟ علاش؟ كتقول لي علاش كتصوم؟ كيقول لك وا الصيام راه فرض، والصلاة الصلاة هي فرض بل هي أوجب من الصيام. الخلاف في كفر تارك الصلاة أقوى عند العلماء من خلافهم في كفر منتهك حرمة الصيام. لا لا إيوا علاش أنت دابا كتقول كتصوم والصلاة لا. والمرأة كتصوم وتتبرج وتكشف مفاتنها وتخرج سافرة أمام الرجال. طيب علاش كتقول كتخاف من الله عز وجل؟ إذا كان الخوف من الله عز وجل فهو لا يتجزأ. أخاف من الله عز وجل فأقوم بأمره، أخاف من الله عز وجل فأجتنب نهيه، هذا هو الخوف الحقيقي. إذا نتعلم استشعار رقابة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يرانا، الله عز وجل يرانا، يسمع كلامنا، يرى مقامنا، يعلم ما تكنه صدورنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا قام هذا المعنى في قلب العبد فإنه يحسن العمل، ولذلك هذا هو أعلى المقامات. أعلى المقامات هو مقام الإحسان، كما جاء في حديث جبريل الطويل، ذكر سول على الإسلام، أركان الإسلام، سول على أركان الإيمان، ثم سأل عن أركاني عن الإحسان، ما هو؟ شنو هو الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل يراك. إذن إذا وصل المسلم لهذا العقيدة بأن الله عز وجل يراه، طبعا هو يراه شاء أم أبى، ولكن هو خصو يعتقد اعتقاد جازم بأن الله عز وجل يراه، هذا لابد منه أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله يراه. طيب إذا اعتقد اعتقادا جازما وآمن بذلك إيمانا صحيحا لم يشك فيه طرفة عين، هل يمكن أن يخالف أمره؟ هل يمكن أن ينتهك محارمه؟ لا يمكن. علاش؟ لأنه وصل لهذا المقام، أعلى مقامات الدين اللي هو مقام الإحسان.
وهذا الذي كان عليه الأخيار من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في كل جيل، يعني أصحاب المقامات العالية في الديانة وفي الورع وصلوا إلى مقام الإحسان. إذن رمضان كيعلمنا باش نوصل لهذا المقام العالي، الإحسان، نعبد الله عز وجل كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. إذن هاد المسألة ديال الإحسان مسألة مهمة جدا، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لابن عمر: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حينما نقرأ في كتب الفقه ونقرأ تعريف الفقهاء للصيام، اش كيقولوا في تعريف الصيام؟ كيقولوا هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، لأن الصيام له ركنان، له ركنان. هذا التعريف، هذا تعريف ديال الفقهاء. طيب لو أضفنا إليه أمرا آخر، لو أضفنا إليه أمرا آخر، يعني ممكن الإنسان يصوم ما يأكل ما يشرب ما يجمع إله، طيب وش هذا كافي؟ يعني هناك صيام أرقى من هذا الصيام، اللي هو صيام الجوارح، اللي هو صيام الجوارح. ولذلك صح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. هذا جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. هذا صيام الجوارح، يعني الإنسان يصوم سمعه، لا يطلق سمعه لأمر محرم، يستمعش الأمور محرمة. اش عندنا احنا الان؟ ما كاين مشكل، كان سمعوا. المهم كتلقى الانسان يسال عن الدقيقه وعن الامر اليسير ويبالغ في السؤال، كيقول لك هذا، وانا كنت كنتضى وحسيت بحال واحد القطره، واحد القطره مهودات معاه هنا قطره، يسال. طيب هذا لا عيب فيه. ايوا، وهذيك القطرات ديال الآثام والمعاصي التي تدخلها بأذنك، هذه ما كتسول عليها، ما عندك حرج فيها. والأمور التي تشاهدها وهي محرمة، هذه لا تسأل عنها. والكذب الذي يجري على لسانك وشهادة الزور وكذا وكذا، هذه أمور عظيمة جدا عند الله عز وجل. هذه الأمور التي تحسبها هينة وهي عند الله عظيم، ينبغي أن تكثر السؤال عنها. سول على هذه التاهية، مش تسول على ذيك القطرة ديال الماء وكذا. ولك شوف سيدنا عبد الله بن عمر لما جاءه رجل من أهل العراق ورحمة الله على الصحابة ورضي الله عنهم، ما أفقههم وما أذكاهم، جاء رجل من العراق فسأله عن حكم قتل البعوض في الحرم. شوف دابا فين وصلوا الناس في الدرجة ديال التوقي والاحتراز. قال لي دابا إلا كنا محرمين وجات شي ناموسة وقتلناها، ناموسة بعوض قتلناها، واش ما عندنا شي إثم ولا شي كفارة ولا كذا؟ قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن حكم البعوض في الحرم. هذاك سبط النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة، تقتلونه تضحون به وتغدرون به وتسألون عن حكم البعوض. هي هذه الآن إنسان كيسول على ذيك الجغيمة ديال الماء وحكا كذا، وراه ربما قالوا لي الا قطعنا ظفرنا راه مكروه، قطع ظفرك، ولا درنا شويه ديال الطيب العطر راه مكروه. كيجيبوا شي امور كاع ما عندها حتى شي اثر من علم، وانما هي تخرصات، وكيبدا يسول لك: ما هذه مكروه؟ ياك ما هذه كذا؟ ياك ما هذه كذا؟ وراه قالوا لنا في الليل الا كلينا الثومه ايه، واخا هذا الشيء زعما انت كاع سبحان الله ما بالكش بان هذا الشيء حرام؟ ما بالكش بان مشاهده هذه المناظر المخزيه أمر محرم في رمضان وفي غير رمضان؟ والآن يعني سبحان الله، يعني نجد قطاع الطرق الذين يريدون أن يحولوا بين المسلمين وبين الاستفادة من هذه العبادات، لأن هذه العبادات شرعها الله عز وجل من أجل نفعها، فالمكلفون ينتفعون بهذه العبادات. رحنا الأصل في ذا، مش نقصد بهذه العبادات فقط، علاش كنصليوا؟ أش فائدة الصلاة؟ واش الصلاة هي حركات؟ هي قيام وقعود وركوع وسجود، حركة الصورة الظاهرة فقط هي المقصودة؟ لا،
المقصود الأعظم هو ما يقوم في قلب المصلي. لذلك قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما تكلم عن الركوع والسجود، وإن كانت هذه المسائل يعني معروفة في الفقه صفة الركوع وصفة السجود وينبغي إقامتها على الوجه الأكمل، ولكن أعظم من ذلك هو ما يقوم في قلب العبد من تلك المعاني التي بها تسمو روحه والتي بها تزكو وتبتعد عن المحرمات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا صليت الصلاة المعهودة، الصلاة التي أرادها الله عز وجل، فإنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لما جاء الصحابة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق. كيف بدكي يصلي وملي كي أصبح كيمشي يسرق؟ قال ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته. لماذا؟ لأن الناس كانوا يصلي الصلاة الحقيقية، ما دام يصلي صلاة حقيقية فإن صلاته ستنهاه عن فعل هذه المحرمات. في الصيام يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. لعلكم تتقون، كتب عليكم أي فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام ليس خاصا بهذه الأمة، كان اليهود يصومون وكان النصارى يصومون، وإن كانت تختلف المناهج وتختلف الشرائع، لكن أصلا العبادات يعني تواطأت عليها جميع الملل. قال لعلكم تتقون، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لعل في القرآن من الله واجبة، لعل من الله في القرآن واجبة، لأن لعل في لسان العرب تفيد الترجي. يعني فاش كنتكلم بلعل اش كنقول؟ كنقول لك مثلا كنتكلم معك لعل وعسى يكون كذا وكذا، لعل قد يقع وقد لا يقع، ولكن لعل من الله عز وجل في القرآن واجبة، واجبة الوقوع. فإن الله عز وجل سيبلغ الصائمين إلى منازل المتقين. لعلكم تتقون أي أنكم إن صمتم صياما صحيحا فإن الله عز وجل يبلغكم منازل المتقين، كما قال الله عز وجل في نظائرها في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي سترحمون قطعا إن استمعتم للقرآن وأنصتم له، فإن الله عز وجل سيرحمكم قطعا. ما عندنا الشك في هذا الشيء، ماشي ربما يرحمكم وربما لا، واجبة من الله عز وجل واجبة. لعلكم تتقون أياما معدودات، ما هي إلا أيام وتنقضي وتنصرم. لذلك علاش حنا كنركز على قضية الاهتمام بهذا الشهر والاستفادة منه واستغلال الأوقات دياله؟ علاش؟ لأنها سرعان ما تنقضي، أيام معدودة. شنو هو المعدود؟ الأمر المعدود هو القليل، الأمر المعدود هو القليل. إيش قال الله عز وجل في سورة يوسف في قصة يعني بيع يوسف عليه السلام؟ وشروه أي باعوه بثمن بخس ذا راهمة معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما عندهم كاع ما يديروا فيه، كيقول لي زعما لا عطاو الا قالوا بغيتوه فابور هاك وخذه، قبلوا فيه دراهم معدودات، يعني شي حاجه قليله بزاف. اذا هاد الايام هذه هي معدودات، راه ملي كيدخل الشهر انتم كتشوفوا كيقول لك بسم الله هو دخل الشهر، واحد جوج كذا 10 ايام الاولى، ها 15 يوم، ها 20 يوم، ها العشر الاواخر، ها بقات 3 ايام، ها غدا العيد. مشى اللي ربح شي حاجه، اللي استفد، اللي عمل، اللي قام، اللي صلى، اللي ذكر الله، اللي قرا القران، اللي ختم خاتمات، راه اللي عمل شي حاجه راه كيلقى. والناس الذين ضيعوا وفرطوا وانشغلوا بامور لا تمت بصله الى العباده فانهم يندمون ويتحسرون، وقد يصيبهم الوعيد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء هاي من كي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمن، جبريل عليه السلام سيد الملائكه يدعو وسيد الانبياء والمرسلين يؤمن. ما ظنكم بهذا الدعاء؟ بالله عليكم واش كيبان لكم في هذا الدعاء؟ الا كان غير شي واحد من الصالحين ودعا على شي واحد، كتلقى شي واحد من الصالحين ظلموا شي واحد من الظالمين، ظلموا وكتلقاه مسكين ما انقطعت به السبل وانقطعت حيله، ما كيلقى ما يدير، كيرفع الاكف للسماء كيقول يا ربي هذا ظلمني، يا ربي انتقم منه. فيخاف هذاك الظالم، كيبدا يخاف كيترعد. علاش؟ لانه كيقول لك هذا الرجل عليه امارات الصالح، تيخاف منه. كما قال القائل يعني لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم تعود عقباه إلى الندم، نامت عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم.
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، عندك غرك صحتك ولا جاهك ولا كذا قد ظلم عباد الله، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم تعود عقباه إلى الندم، راه غادي تندم من بعد. نامت عيناك والمظلوم منتبه، ما جاش النعاس مسكين هو كاع مظلوم، نامت عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. إذا تصور هذا الدعاء اللي كيدعي به جبريل عليه السلام، راغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم انصرف فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. إذا هذا دعاء يعني ينبغي للمسلم أن يخشى ملي يدرك شهر رمضان، يقول كيوا خصني نجمع راسي، خصني نتعاطى الأسباب باش يكون هذا رمضان أحسن رمضان في حياتي، لأنني قد لا أدرك ما بعده، قد لا أدرك ما بعده. كاين اللي كيموت في نص رمضان، كاين اللي كيموت يوم العيد، والله يعني قبل سنتين أو ثلاث سنوات صلينا صلاة العيد عيد الفطر وصلينا على ميت في عيد الفطر. طبعا إنسان يتساءل يعني إيش من عيد عند هاد الناس مساكن وكذا، مات رجل منهم صبيحة يوم العيد، الناس بغوا يعيدوا وإحنا حاطين الجنازة كنصلوا صلاة العيد كنصلوا على الجنازة صبيحة العيد، هذا آخر رمضان كان عند هذا الرجل آخر رمضان. إذا الإنسان ينبغي ألا يكون أمله طويلا، وإنما يستحضر الموت، لأنه يموت الكبير ويموت الصغير والذكر والأنثى والشريف والوضيع، كل الناس يموتون ولا يدري أحدنا متى يحين أجله. فلذلك ينبغي أن نستعد وأن نقوم بما أوجب الله علينا وأن نحفظ أسماعنا وأبصارنا. دابا اش كيديروا قطاع الطريق الآن؟ أنتم كتسمعوا دابا في القنوات وفي وسائل الإعلام، وسبحان الله حتى من طريقة العرض يعني فيها تناقض يعني عجيب جدا. بمناسبة شهر رمضان المبارك سنقدم لكم سكيتشات، يلا وكيف قاعد يتفهم هادشي؟ نقدم لكم السكيتشات والمسلسلات والأفلام والغناء بمناسبة شهر رمضان المبارك. إيش علاقة رمضان المبارك بهذه المسائل هذه؟ يعني لو قلت مثلا نقدم لكم المسيرة القرآنية، نقدم لكم مثلا المصحف المرتل، نقدم لكم دروس دينية، نقدم لكم ندوات ثقافية، مزيان. نقدم لكم المسلسلات، المسلسلات التركية والمسلسلات المصرية، ويتبارى المنتجون وكل من كان عنده مثلا مسلسل ولا كذا كيقول لك خليه طر رمضان، لأن رمضان كتكون المشاهدة كثيرة. علاش؟ لماذا؟ الأصل في المسلمين أنهم في الحقيقة يقاطعوا، حتى اللي مبلي بالتلفزيون خصو يقاطع في الحقيقة. هذا الشهر علاش ما نديروا الشهر بلا تلفزيون؟ يمكن ولا ما يمكنش؟ صعيبة علينا؟ شهر بلا تلفزيون نحيدو بالمرة، لأن مصيبة هذه باش يولي الإنسان منشغل بسكيتشات وبمسلسلات وبالأغاني وبالكاميرا الخفية وبكذا. طيب ماذا أبقيت لربك عز وجل؟ الصالحون يتنافسون في العبادات، يتنافسون في قيام الليل، وكاين الناس دابا اللي ما كيمشيش. علاش ما يمشيش؟ قال لك ما يمشيش للتراويح. علاش؟ لأن التراويح سبحان الله كيجيبوها يعني دابا التراويح هي اللي طارئة، كيجيبوها مع داك المسلسل ولا كيجيبوها مع داك السكيتش، وانا داك السكيتش نتبعو ما يمكنش نفلتو، ما يمكنش نضيع على داك السكيتش. والتراويح سيدي التراويح سنة، على أساس داك السكيتش هو اللي فرض ياك؟ داك السكيتش فرضي، يعني تأثم إن أنت تركت مشاهدته. فسبحان الله يعني غريب أمر الناس. يعني أنت ينبغي أن تحرص على ما ينفعك في دينك، أن تحرص على ما ينفعك وما يبلغك الدرجات العلى، ماشي تبقى تشتغل بالتفاهات. هذوك راه قاضين حجر راسهم، وإنما يريدون صدك عن سبيل الله. إذن هاد الليالي وهاد الأيام المباركة، لأن الأزمان المباركة والأماكن المباركة ينبغي أن تشتغل في الطاعة. إذا كانت مثلا يعني هاد الأيام فيها الحسنات تضاعف، ثوابها يضاعف، فلا شك أن الإثم فيها يعني يخشى أن يكون مضاعفا أيضا. واش دابا مثلا في الأماكن يعني مثلا واحد دار معصية في سوس، واحد دار معصية في الحرم بحال دار في قلب الحرم في الكعبة، مشاكل يطوف بالكعبة والناس خدامين كيتضرعوا وفي الملتزم وفي الحجر الأسود، وجا هو عينه غير على يسرق اليوم فلوسه، مزيانة هذه؟ لا شك أن إثم هذا أعظم من الذي يعمل بالآثام في بلاد بعيدة، اللي كيسرق في المسجد ماشي بحال اللي كيسرق في السوق، وهكذا. إذن الذي يخالف أمر الله عز وجل في رمضان ليس كمن يخالفه في بعض الشهور الأخرى، لأن حرمة الشهر لها قيمة ولها وزن في قلوب أهل الإيمان.
إذن قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صيامك وفطرك سواء. إياك أن تجعل يوم صيامك وفطرك سواء، بحال نهار فاطر بحال نهار صايم عندك بحال بحال، لا. يوم الصيام تتحفظ تحفظا زائدا. وسبحان الله، دابا هذا الشيء نلمسه من أنفسنا. شي واحد يوفق الله عز وجل وصام الاثنين أو صام الخميس، كيف يكون حاله؟ يعني مثلا شاب مبتلى مثلا بالنظر، مبتلى ما أكثره، تلقاه مثلا لا يغض طرفه عن النساء، ولكن إلا توفق للصيام اش كيدير؟ النهار اللي كيكون صايم كيقول أعوذ بالله مش ترجم، ويغض بصر. إذن هذا نفع الصيام، هذا نفع الصيام. إذن لا تجعل صيامك وفطرك سواء، ما تجعلش هذا النهار بحال هذا النهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. يعني حتى في قضية الانتصار للنفس ورد المظالم يعني بمثلها أو عقوبة الظالم، هذا يعني يتركه الإنسان. علاش؟ لأنه منشغل بعبادة، فهو لا يريد أن يتنزل إلى ذلك الحضيض. يعني واحد تسفه عليه وسبه وشتمه، فهو تيقول له: ودي أنا راه فيا ما نرد عليك، ولكن أنا صايم، أنا مشتغل بعبادة، مشتغل بعبادة أرجو ثوابها وأرجو أجرها، فلذلك أنا أمتنع عن مجاراتك في هذا الذي أنت فيه. إذن الإنسان دائما كما قيل، يعني كل ينفق مما عنده، السفيه ينفق من سفاهه، والحليم ينفق من حلمه. واحد حليم كينفق من الحلم ديالو، واحد كريم ينفق من ماله، وهكذا. هذاك سفير، هذاك الشيء اللي عنده، هذيك البضاعة اللي عنده، ينفق من سفاهه. ولذلك كان بعض العلماء في مجلسه، لعله سفيان فيما أذكر، فجاء رجل فكلمه بسوء أدب، فلم يلتفت إليه، فغار بعض أصحابه، بعض الطلبة، قالوا لي: يا ودي دابا اش مال فلان كي يعني قول لي شي كلمة انت رد عليه. فقال: سبحان الله، ولما تعلمنا العلم إذن؟ سبحان الله، بلاش تعلمنا العلم إلا كان هذا بغى يقول لي كلمة ونقول ليه جوج؟ إيوا بلاش، خسارة. يعني باش تعلمنا العلم؟ تعلمنا العلم من أجل أن نتأدب، من أجل أن يكون علينا السكينة ووقار. يعني تشوف دابا إنسان اللي كيكون فقيه من تلقى فقيه مثلا مع واحد من السوق مع أرذل الناس، وشادو حتى هو وكذا، والله تندير لك تنفعل لك القيمة ديال الآخر، هذاك جات معاه ولكن الفقيه ما جاتش معاه. فلذلك الفقيه ينزه نفسه عن مجاراة السفهاء، لا يجاريهم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. يزيد سفاهة فأزيد حلما، ما حد هو كيزيد في السفاهة، أنا كنزيد في الحلم وكنبرد وكن، كعود زاده الإحراق طيبا. حال هذاك العود ما حدك أنت تشعل فيه النار ولا، وعاد كيزيد يعني يطلق الرائحة الزكية. هكذا يعني الحليم تزكو رائحته ويزكو علمه ويزكو أدبه. إذن هكذا ينبغي أن يتأدب العبد إذا كان صائما. لذلك علي رضي الله عنه كان يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. إذا صمت فتحفظ ما استطعت، يعني حاول تجتهد في التحفظ والاحتراز من الوقوع في خلاف الأولى وفي المجارات يعني غيرك ممن لا عقل له. وفي الحديث: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واضح، يعني مش تعرف بأنه، لذلك السلف كان يقول، كان بعض السلف يقول: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. هذا أهون الصيام، هذه سهلة، كون كان الصيام هو هذا الناس يصوموا الدهر، ما أسهل هذا الصيام. إنسان اللي أعطاه الله صحته داكشي راه سهل باش يصوم، يمتنع الطعام والشراب ويدير اللي عجبه سهلة. ولكن الصيام الحقيقي هو أن تترك قول الزور، أن تترك العمل به،
أن تترك النظر إلى المحرم، أن تترك استماع المحرم، أن تترك البطش بالأمور المحرمة، أن تترك الخطو وإعمال الأقدام إلى أماكن المنكر. هذا هو الصعيد، هذا هو مقياس يعني الإيمان، هذا هو الدليل على صدق العبد في الإتيان بهذه العبادات. لأن العبادات الأصل فيها مش هي يعني الإتيان بصورها، وإنما الإتيان بحقائقها وجوهرها، الإتيان بالحقائق ديال هذه العبادات وجوهر ديال هذه العبادات. أما هذه الصور ديالها هي صور يعني يناقشها الفقهاء، فقهاء هما اللي كيتكلموا بأن خصها تكون كذا، الصفة ديال كذا، الصفة كذا. طيب، لابد من توفر هذا، ولكن شنو هو الجوهر ديال العبادة؟ هذا هو علاش كنقلبوا قضية التقوى باش غادي تبلغها، ماشي بامتناع. أغلب الناس يمتنعون عن الشراب والطعام، كما قلنا ما تأكل ما تشرب، ولكن اش كيدير؟ خصومة. شحال واحد الآن دابا يكثر الخصومة في خلاف إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، إن سابه أحد أو شتبه فليقل إني امرؤ صائم. لا دابا يعني بسرعة يعني الآن شوف شوف باش تشوف يعني دغيا كتشعل يعني الفتيلة بين المتخاصمين بسرعة، في وسائل النقل، في الأسواق، في المؤسسات يعني في الإدارات، في المستشفيات، دغيا إنسان كيكون على سبة والناس يجدون له عذرا، كيقول له خليه مسكين راه عرفتي مسكين راه صايم يعني صايم. راه هذا ماشي عذر، هذا بالحق خصو يكون يعني بالعكس صايم يعني خصني تبان عليه أثر الصيام، يبان عليه الوقار، يبان عليه ماشي هو تبان عليه أمور مخالفة لما دلت عليه رسوم الشريعة ونعتذروا ليه باش بالصيام. خليه مسكين راه صايم وخا خايد دابس، صايم وخايس بالدين، صايم وخايد رب، صايم وخا لا اش هذا هو. لذلك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، السرعة هو هذه مبالغة يعني في الرجل الذي يسرع الناس ويضع جنوبه على الأرض في المد تخاصم مع شي واحد غير كيغلب ويطيح، كتسمى السرعة في اللغة. ليس الشديد، هذا ماشي هو الشديد، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب. ملي شي واحد يقابلك بشي كلام ماشي هو هذا كذا، انت حاول تكظم الغيظ ديالك لا تنفد. لذلك جاء الرسول، جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له اوصيني واوجز، اوصيني ولكن شي وصيه تكون صغيره قليله ما تكونش كبيره. قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. بارك عليك طبقي لا لا تغضب، لا تغضب صافي. الا انت نفيت عليك الغضب راه الخير كله تما، يكون فيك الحلم وكذا، تتجنب مجاراه غيرك ممن لا خلق له. إذن هذه معاني يعني يستفيدها المسلم من الصيام، يستفيدها من الصيام. إذن كنتعلموا مراقبة، استشعار مراقبة الله عز وجل، نتعلم الحلم والصبر، تحمل كظم الغيظ، نتعلم أيضا المواساة، نتعلم المواساة نواسي غيرنا. لذلك بعض العلماء ذكروا في الحكمة من تشريع الصيام قال بأن يعلم الغني ألم الجوع لكي لا ينسى الفقير، لأن الغني دابا ما كيبقاش تيجوع، كل شيء ملي يحل عينيه جا الجوع كياكل، الماكلة موجودة ما كيتسناش تيوصل وقت الغداء، لا بدا يدير شي حاجة، المهم الثلاجة كل شيء موجود، الخير موجود يأكل. إذن متى يحس بالجوع؟ كتجي هاد العبادة هادي، هذا بعض العلماء قالوا هذا باش يحس بالفقير، الفقير يريد أن يأكل لكن لا يجد، مسكين ما عندوش، يتضور جوعا. فالمسلم إذا أحس بالجوع فإنه يتذكر الفقير، كيتذكر الفقير اللي ما عندوش ما يأكل، كيتذكر الفقير اللي ما عنده ما يلبس، كيتذكر الفقير اللي ما عنده فين يسكن. ولذلك شوف من الأحاديث الجليلة اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة من الأمور التي تدل على اعتراف العبد بنعم الله عز وجل، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراش، مين في الليل كيدخل البيت واش كيقول؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، لقينا ما نأكل لقينا ما نشرب، وكفانا يعني لسنا محتاجين إلى غيرنا، لسنا محتاجين أن نتكفف الناس أو أن نمد أيدينا إلى الناس وتكون أيدينا وتكون أيدينا يعني يدا سفلى، وآوانا آوانا اجعل لنا مأوى،
يكننا من المطر ومن الحر، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. شحال واحد لا كافي له ولا مؤوي، كيضرب مسكين ما لقاش اللي يتعاون معه، ما لقى اللي يعطيه، ما لقى اللي يدخله من الشتاء، كم ما أكثرهم. إذا أنت تعلم نعمة الله عز وجل عليك وتحمده في كل ليلة، في كل ليلة كتحمد الله عز وجل على هذه النعمة. إذا قضية إذا أردت أن تصوم صيام مودع فاستحضر هذه المعاني، استحضر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. شو باش تعرفوا بأن المسألة اللي ذكرنا بأن قضية الصيام راه ماشي فقط الجوع والعطش، رب هذه للتكثير، يعني شحال واحد شحال ما أكثرهم، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ما استفد من الصيام ديالو إلا الجوع والعطش، ما استفاد ثوابا ولا استفاد أجرا. طبعا الصيام يعني صيامه مجزي، سقط الفرض ولا يحتاج إلى إعادته، مثله كما كيقولوا العلماء في قضية الجمعة، يعني من لا غفل جمعة له، ما معنى جمعة له؟ يعني مش يحتاج مثلا يصلي الجمعة مرة أخرى، يعني سقط الفرض لكنه أضاع ثوابه، ضع له الثواب وضع له الأجر. فالمسلم إذا قام بعبادة فإنه يرجو ثوابها ويرضو ويرجو أجرها ويرجو أن يكون ذلك الأجر كاملا، لأن الناس يتفاوتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له منها إلا عشرها. يتصور الإنسان كيصلي وكيكمل صلاته تيسلم منها شحال تكتب له العشر، في مشات 90%، مشات مع الالتفات مع رفع البصر إلى السماء مع تتبع الزخارف في السجاد وفي الجليج وفي كذا، تما في مشات ديك 90%، مشات مع يعني الاضطراب وحك هنا وقد هادي وقد هادي، وكتلقى الناس مفتونين حوايجهم مفتونين كاع، كيكون انسان ساكن وهو ينتظر الصلاه، لكن اذا قام الصلاه جاءه الشيطان وبدا يحك ويدير كذا ويلتفت هنا ومن هذا، يعني اش كيضيع؟ يعني الانسان ينصرف من صلاه ما يكتب له الا عشرها الا تسعها الا ثمنها حتى قل الا نصفها، يعني هذا اللي تكتب له النصف ديال الصلاه راه ما قصر شيء، النصف ديال الصلاه 50% مزيان 50%. اذا الانسان يعني خاص هذه العبادات نعيد النظر فيها، احنا كنصليو وكنصوموا ومنا من حج بيت الله ومنا من يخرج زكاته، ولكن خصنا هذه العبادات نعيد فيها النظر، خصنا نقوم بها على الوجه الاكمل. الله عز وجل لم يامرنا باداء الصلاه وانما امرنا باقامتها. دائما كتلقى الامر في القران اقيموا الصلاه والمقيمين الصلاه، شنو المقيم زعما المقيم؟ المقيم الذي يقيمها على وجهها، لان اقامتها لها اداب ولها اركان ولها مكملات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الحديث واضح قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. تسوية الصفوف راه من إقامة الصلاة، يعني التي أمرتم بها، الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة. طيب إقامة الصلاة شناهي؟ فيها أفراد متعددة، منها هذه اللي هي تسوية الصفوف. الآن يعني ما فاش كيوقفوا الناس في الصف، واحد داير هكا، واحد مخرج رجلي، واحد مخرج كرشو، واحد مخرج صدرو، واحد كذا، واحد يعني لا يرضى بمن بجواره، هذا يدفع صاحبه، وهذاك يقول يا سيدي راه كاين عطى الله اتساع كحز ليه. علاش؟ هذه مسائل مقصوده. علاش الله عز وجل امرنا بصلاه الجماعه؟ لماذا شرع لنا الجماعه؟ راه كل واحد عنده اتساع في بيته، كل واحد يصلي في بيته، ولكن الله عز وجل اراد ان تحصل لنا مقاصد عظيمه من هذه العباده، وتحصل لنا مقاصد عظيمه باش نجتمع ونتحدوا وتكون قلوبنا على قلب رجل واحد. لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا الذي حصل، ملي الناس ما كيسووش الصفوف كل واحد يسير ليه يسير ليه، يعني كيبقى ذاك الكره. لكن تصور فاش كتكون واحد الجماعة يعني تسوي الصفوف، كتحصل هذيك الألفة، الكتف ديالي مع الكتف ديال صاحبي وكذا، وكنسلمو وكذا وكنتكلمو مزيان كذا، كتحس بالقلوب قريبة. ولكن ملي كيكون هكا والنفرة والشرك حاز ليه وكذا، ما كتحصلش هذيك الألفة. إذا هذه العبادات ينبغي إقامتها على الوجه الأكمل. قيس على ذلك جميع العبادات، الصلاة والصيام والحج والنفقة وكل شيء. ينبغي أن تنظر إلى جوهر العبادة، لا إلى صورتها الظاهرة.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في هذا الشهر الكريم؟ كان يقرأ القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قراءة القرآن أبدا منذ نزلت عليه أولى الآيات من سورة العلق في غار حراء. نزل عليه جبريل عليه السلام قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو يقرأ القرآن. ما ترك قراءة القرآن أبدا، ولا الصحابة رضي الله عنهم تركوا القرآن، وكان يقرأ وكان يتعاهد القرآن دائما. ولكن في رمضان كان يأتيه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة. فلما كان العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين، عرضه القرآن مرتين، إذانا بقرب رحيله صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى. إذن هذه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وعناية الصحابة كذلك، كانوا يعتنون بالقرآن في رمضان. والصحابة والسلف من الأئمة، مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، كان إذا هل هلال رمضان ترك مجالس التحديث، مع أنه ما كان منشغلا بأمر محرم ولا أمر مكروه، وإنما كان مشتغلا بأمر عظيم الذي هو الفقه في الدين وإملاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفتاء الناس وكذا وكذا، كان على ثغر عظيم. ولكن من كيجي رمضان كي يخلي هذاك الشيء كله ويقبل على القرآن ويقبل على مصحفه ويقول هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. أين المسلمون اليوم من القرآن؟ فين؟ إن هذه المسائل هذا قطاع الطرق، يعني ما تركوا المسلمين يذوقون حلاوة الإيمان، خلوهمش. إن هذاك الوقت بالله عليك الآن، ومن جات هذه الوسائل الأخرى ديال الهواتف، خلاص داك الشيء اللي كان باقي خاص كملته الآن. كان الناس ينشغلون بالقنوات، الآن جاءت هذه الهواتف. إنسان كيقول لك ما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت نقرأ القرآن، لا يقرأ صفحة واحدة بالقرآن، ويقرأ صفحات من هذه التطبيقات، يقرأ تغريدات وتدوينات وتعليقات ومشاركات، كل شيء هذاك الشيء لاقي له الوقت. ولكن القرآن كلام الله عز وجل الذي الحرف فيه بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، لا يجد وقتا لقراءة القرآن، ما عندوش الوقت مسكين. ولا يتذكر في الوعد الكريم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هل منزلة ديالك يوم القيامة عند آخر آية كنت تقرأها؟ داك الشيء اللي كنت كتقرأ في الدنيا تقرأ في الآخر، وانت كتقرأ وكتصعد في الدرجة، ترقى وتسمو وترتفع إلى الغرف العالية. ولكن الناس لا، ما عندوش الوقت باش يقرأ القرآن، وعنده الوقت باش يشوف الهواتف، باش يشوف القنوات، وباش يتبع التمثيليات ويتبع السكتشات ويتبع الهزليات والمسرحيات وكذا، عنده الوقت لهذا الشيء. والقرآن الذي هو ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره، الناس هجروه. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجرنا القرآن، هجرنا تلاوته، هجرنا حفظه، هجرنا الاستشفاء به، هجرنا تدبره، هجرنا تعليمه، هجرنا الدعوة إليه، هجرناه بجميع أنواع الهجران ووجوه الهجران التي ذكرها العلماء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الأمور التي ينبغي أن يجتهد فيها المسلم قضية الإنفاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وإذا لقيه جبريل يكون أجود بالنفقة من الريح المرسلة، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني الأصل في الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجود والكرم، ولكن كيزيد الجود ديالو فاش في رمضان، وحينما يلقاه جبريل يكون كالريح المرسلة. الريح المرسلة لا يعترضها شيء، الريح مرسلة يرسلها الله عز وجل بما شاء، يعني من أجل أن تكون لواقح، ومن أجل أن يسلطها عذابا على بعض من خالف أمره وكذا، يعني ريح مرسلة ما كيوقف في طريقة التحش. هكذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لا حد له ولا منتهى له، هكذا الكرم ديال النبي صلى الله عليه وسلم. فين هو الكرم ديالنا احنا؟ فين؟
الناس يتوسعون في الإنفاق على أنفسهم وعلى ذويهم. والله دابا الآن لو أن المسلمين عرفوا قدر المواساة وقدر التكافل، هذه الشعارات التي ترفع ولا حقيقة لها في الواقع، والله لاقتسموا ما يجدون مع إخوانهم. الآن يعني غير المائدة ديال الإفطار، الآن مائدة الإفطار إلا بغينا نقوم شحال غادي نلقاو فيها من درهم؟ دراهم كثيرة جدا، مائدة واحدة قد يأكل الناس شطرها أو ربما لا يصلون إلى شطرها ويرمون البقية. يعني تصور الإنسان يعني لو أنه فكر في الفقير، فكر في المحتاج، لو أنه انتقص شيئا من ذلك الإنفاق ومن ذلك الإسراف ومن ذلك التبذير الذي يكون في شهر رمضان. إن شهر رمضان تصور يعني خص الوجبات تنقص، حنا بالعكس تزيد. يعني الآن الميزانية ديال الناس تزيد في رمضان، علاش؟ الأصل هو أننا يعني نقص علينا كذا ونقص علينا كذا، غادي نفطروا بما تيسر نديروا شي بركة وكذا صافي ونقص. خصنا في الحقيقة يكون هذا الشهر اقتصاد حتى في المكلية ديال الفلوس، ما بالعكس يزيد. علاش؟ لأن الناس يتفننون في أصناف الطعام وأصناف الشراب وأصناف يعني الفطائر والعصائر وزيد وزيد. لذلك قضية الإنفاق يعني مسألة في الحق مغيب مغيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما فله أجره، فله مثل أجره. اللي فطر الصائم، اللي أعطى الصائم يعني فطور دياله، فطور هذا يعني صائم النهار كله وتعطيه انت الفطور، عندك الأجر بحاله، عندك الأجر بحاله إذا فطرته واحتسبت ذلك لله عز وجل. إذن باب الإنفاق أيضا من الأبواب المهمة التي ينبغي أن يجتهد فيها المسلمون في هذا الشهر الكريم. من استطاع أن يعتكف وتهيأت أسباب الاعتكاف فليعتكف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر. معنى الاعتكاف هو انقطاع للعبادة. طيب إذا حيل بينك وبين الاعتكاف، الآن يعني بعض صارت يعني هناك يعني مثلا قوانين يعني فيها تضييق من أجل يعني المسائل الأمنية كما لا يخفى عليكم، ما تضييق وكذا. طيب أنت حيل بينك وبين الاعتكاف، طيب يعني عندك ما يعوض الاعتكاف وهو الانقطاع للعبادة. لأن شنو المقصود بالاعتكاف؟ وأن الإنسان يبتعد عن بيته، يبتعد عن أهله، يبتعد عن ولده، يبتعد عن محيطه ويتفرغ للعبادة. يجلس في المسجد، فيه يظل وفيه يبيت ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، يخرج غير باش يتوضأ ويخرج باش يأكل فقط، وإلا فلا ينقطع. شوف من المسائل اللي كيذكروا في الاعتكاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من طاقة بين المسجد وبين حجرة عائشة فتغسل عائشة رضي الله عنها رأسه باش ما يخرجش، هو باش ما يخرجش من المسجد. هذا الاعتكاف، كيخرج راسه هي كتغسل ليه راسه وصافي كيرجع في حاله للجامع، ما يخرجش. علاش؟ من اجل انقطاع العبادة، ماشي الاعتكاف. الان والله يحدثنا بعض الناس الاعتكاف الان اللي في الحرم يعني افضل بقاع الدنيا الحرم، والناس معتكفين بالتليفون. اذا دخلت معك التليفون غير سير الاسواق، سير للسوق الليل وسير تسارى مع راسك، لا درت معك التليفون راه الاعتكاف هو تحيد التليفون ترميه والضرو. الا بغيت تعتكف داخل المعتكف وخدام تما الفيسبوك هاد تويتر هاد العجب، شنو الاعتكاف هذا؟ الاعتكاف هو انقطاع العباده، تصلي وتحضر الخطبه ديال الجمعه وتصلي صلاه الضحى وتقوم الليل وكذا وكذا وتذكر الله بين ذلك وتقرا القران، لا تشتغل بشيء، ما تتكلمش في امور الدنيا نهائيا، كأنك وقفت نفسك على الطاعة. وتصور احنا والله احنا مظالم، احنا مساكن في الحق والله المساكن، يعني ينبغي ان نرثي انفسنا. علاش الصحابة كانوا في هذه الحالة وعلاش احنا في هذه الحالة؟ وشوف هذه العبادة كي دايرة وشوف العبادة ديالنا احنا كي داير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم 10 ايام كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان اذا دخل العشر شد النبي صلى الله عليه وسلم ازاره. هذا كناية عن تشمير للعبادة، وقيل أنه كان يهجر أهله فلا يأتي أهله في هذه الليلة وأحيا ليلة وأيقظ أهله ثلاثة المسائل، شد مئزرة شمر العبادة، يعني هو العبادة دياله مزيانة والعبادة دياله كثيرة وذاك شيء، ولكن في هذه العشر كتضعف كتزاد، شد مئزرة وأحيا ليلة، يعني يطيل القيام ما لا يطيله في الثلثين يعني من الشهر، من هذه العشر يتحرى ليلة القدر وأيقظ أهله، لا ينسى أهله. الآن كاين إنسان اللي
كيمشي يصلي وباقي يخليه وليداته لا يقر اهله. وراه مسكينه راه بيته سهرانه وكانت كذا ما فيقاش فيقاش الصبح تاع شرق الشمس وطلع ومع العشره غادي تنوض وتصلي. اي دين هذا؟ اي دين هذا؟ ان الله عز وجل امرنا ان نصلي وان نامر اهلنا بالصلاه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. مر اهلك بالصلاه فيقهم يصليوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل وأيقظ أهله وصليا معا فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إلى قاع النعاس وتقيل وغالب عليه النعاس وداك الشيء تجيب شوية ديال الماء وترش ليه في وجهك باش يطلع عليه الناس. يتعاونون على الخير. إذن هاد العبادة من اللي تكون بهذا الشكل هكا والاعتكاف بهذا الشكل هكا والانقطاع إلى الله عز وجل وذكره وقراءة كتابه وكذا يعني بهذا يعني تصلحوا هذه النفوس. لأن هذه النفوس احنا بغينا نزكيوها باش غادي نزكيوها بهذه المعاصي. يعني الإنسان اللي كيتبع المباريات ويتبع الأفلام ويتبع المسلسلات ويتبع الأغاني ويتبع الكليبات ويتبع كذا كذا ويتبع هذه الصفحات ديال الفيسبوك والأخبار ديال الناس والفضائح ديال الناس وكذا وكذا كي غادي يولي القلب دياله؟ كي غادي يروح؟ بالله عليكم كي غادي يروح؟ غادي يروح مظلم قاسي ما فيه حتى شي حاجة تنفع. لذلك الإنسان يحاول تدريجيا ما نقولش أنا ما يقدرش الإنسان يحيد ولكن تدريجيا يحيد يعوض يقول لا على الأقل نديرو غير قسمة ولو كانت قسمة ضيزة على الأقل ندير شوية ها هو حظ ديال هذا ندير شوية القرآن ندخل زحمة نقرا واحد صفحات القرآن في النهار الله يجزيكم بخير يا صفحة عاود ثاني شوية نقراو جوج صفحات حتى نوليو نقراو عشرة الأحزاب ما ذلك على الله بعسير يسير. الله عز وجل قادر على أن يجعلك تحب القرآن وأن يجعلك ممن لا يفارق القرآن ممن يجتهد في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ووالله لو فعلت لتجدن من بركات القرآن ما لا قبل لك به. غادي تلقى البركة في بدنك في نفسك في مالك في أهلك في ولدك إذا قرأت القرآن وخلصت لله عز وجل. ولكن هذه الصوارف هي التي نرى صوارف. إذا الإنسان يقرأ القرآن إنسان ينفق في سبيل الله عز وجل يعتكف إن استطاع أن يعتكف يذكر الله غير ذكر الله عز وجل ذكر الله. إلا ما الإنسان قاعد ذكر الله اللي هو قاعد ما محتاجش لكبير عناء أيسر العبادة على الإطلاق هو الذكر. اذكر الله تكون غادي اذكر الله في طريقك اذكر الله تنتظر قضاء مصلحة أو توقيع وثيقة وكذا. احنا هذا الشيء راه تيطول عندنا غتسنى واحد الوثيقة تقدر تسنى فيها ساعة وساعتين إيوا اذكر الله ديك الدقائق ملأها بالاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله واذكر الله واعتقد بأن الله عز وجل يكتب لك أجر تلك الأذكار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما لعلي أختم بهذا باش ما نطولش على الإخوان لما أسري به صلى الله عليه وسلم لقي سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال له أقرئ أمتك مني السلام. أقرئ أمتك مني السلام يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقرئ أمته السلام ففعل. فنحن نقول عليك السلام يا خليل الله. قال وأخبرهم بأن الجنة عذب ماؤها طيبة تربتها وأنها قيعان. يعني هو كيوصف ليه الجنة وكيقول ليه بلغ الأمة ديالك بهذه الأخبار هذه الجنة الأرض ديالها طيبة خصبة قابلة للإنبات ماشي سبخة ماشي رملية ماشي فيها ملوحة لا خصبة. عذب ماؤها الماء الذي تسقى به الجنة عذب يعني يسقي ويسهم في الإثمار. قال وأنها قيعان الأصل في أرض الجنة أنها قيعان. القيعان جمع قاع. القاع هو الأرض التي ليس فيها معلم ما فيها شي حاجة طالعة شي حاجة هابطة شي شجرة شي جبل شي هضبة شي ربوة لا. لأن يعني الله عز وجل قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا
صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كتولي مستوية كقرصة النقي كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقرصة النقي بحال ديك الخبزة هكذا إلى الجنة، وأنها قيعان. طيب شنو هو الشهيد؟ وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا هو الغراس ديال الجنة. إذن إذا أكثر العبد من قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يغرس له شجر الجنة في الجنة التي سيسكنها بإذن الله، إنما يعمرها بالذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إذن على العبد أن يعتبر بأن هذا رمضان إن بلغه وكان في عداد الأحياء أن يجعله آخر رمضان يحيى، يتصور يعني لعل الله يطيل في عمره، ولكن هو خصو يجتهد يقول لعل هذا يمكن يكون هذا آخر رمضان. إذن شنو ندير؟ نستفد منه ونقرأ ونتعلم ونشوف كي كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم، كي كان صيام الصحابة، كي كان صيام السلف، ونحاول نجتهد وآتي من الطاعات ما أستطيع وأجتنب المحرمات وأعود نفسي على العادات الحسنة وأجتنب العادات السيئة وأتوب إلى الله عز وجل توبة النصوحة وهكذا. فإذا فعل الإنسان ذلك انطلق في مضمار العبودية، فلعله يفلح ويكون من السابقين والمقربين. أسأل الله جل في علاه الذي جمعني وإخواني في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يجعلني وإياكم ممن تغفر ذنوبهم وتستر عيوبهم ويرافقون النبي صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنتاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية. لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.